طيب أحد آخر حاجة نختم بها، شاب أرسل يقول: طلب مني جهة أن أتولى إمامة الناس في التراويح، والدي امتنع رفض، ولا أدري ما سبب الرفض، وأنا منزعج جدا لهذا، ولا أدري ماذا أفعل مع والدي. يعني أقول له: يا ولدي، يا بني المبارك، اصبر على والديك وأد له حقه من البر والطاعة. أنا أتفهم مواقف كثير من الآباء في كثير من بلاد الشرق المأزوم التي تقع تحت مظلة استبداد وقهر وتسلط، وتعرض فيها ناشئتنا لاختفاء قسري وخطف من الشوارع، وتنشأ لهم ملفات وهم في أول طريق حياتهم، صلوا تعوير أو حارس كده في أول طريقه، يفضل طول عمره مراقب وطول عمره متابع. أنا أتفهم مخاوف الآباء في الشرق في ظل واقع مأزوم ومنكوب. فاصبر على والدك يا بني، لكن ابتغي إليه الوسيلة من خلال توصية الشفعاء والصلحاء والوجهاء من ذوي القربى ومن غيرهم، لعلهم يستطيعون أو ينجحوا في تألف قلبه وحمله على الاستجابة لرجائك. فإن كانت الأخرى فلا تذهب نفسك حسرات، يعني فلرب يعني حاجات يعني تضج من تعسيرها، والخير كل الخير في تعسيره. ارضى بما قسم الله لك، وسل الله سبحانه أن يحملك في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأحيي فيك حرصك على الإمامة وحرصك على الاستقامة وعلى الطاعة. أسأل الله أن يرزقنا وإياك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آمين.